تزامنا مع تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية المتبعة ضمن آلية الإشارة الضوئية بالمستوى البرتقالي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير المطلوبة في هذا المستوى. وفي نشرة سابقة قال السيد جعفر سعيد أحمد رئيس التخطيط ومتابعة الشكاوى في إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن الإدارة قامت ب700 زيارة ميدانية. قمنا بإدارة التفتيش بزيارات ميدانية خلال فترة العيد لأكثر من 700 زيارة ميدانية لمختلف محافظات ومناطق مملكة البحرين، وبالأخص الأماكن التي تلقى إقبال خاص بالمناسبة. ركزنا جهودنا بشكل كبير على الجانب التوعوي والإرشادي، كون آلية الإشارات آلية جديدة متبعة حاليا، وتحتاج في بعض الأحيان أن نقوم بشرح بعض الاشتراطات ليتم تطبيقها بشكل صحيح. لله الحمد ما رصدنا أي مخالفات كبيرة أو جسيمة، والمخالفات اللي رصدناها جدا بسيطة ويتم تصحيحها يعني في الحال، كون هذه المخالفات ناتجة عن عدم فهم لبعض الاشتراطات. طبعا المستوى الأخضر جميع المحلات التجارية مفتوحة تستقبل عملائها، ولكن يعني بالاحترازات الصحية الواجب تطبيقها. الإدارة بطبيعة الحال تواكب أي تغيرات، تكثف جهودها الرقابية والتوعوية مع صدور أي قرار أو الانتقال من مستوى لآخر بحسب المستويات الموجودة. يتم إعداد الخطط الرقابية بما يتناسب مع المرحلة المتبعة.